اجي معنا اجي. لا انت الاول سي مصطفى، لا انت الاول. متابعينا الكرام مرحبا بكم في من مدينه الدار البيضاء ومن ملعب رحال تكريم سي مصطفى ريضا اللي غادي تحدث لنا على التكريم من طرف كل من نادي بوردون وجمعيه الغربي. اكيد سي مصطفى شنو الاحساس اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر الشباب حي الغربي وكنشكر نادي انف لكرة القدم اللي سهروا على هذا التنظيم هذا الكروي، وخصوصا مترجم ميلود وشباب عبد الفتاح ورضوان الحليسي والحاج رحال اللي كانوا سهرة، وسي عبد اللطيف المقب بتوتو اللي سهروا على هذا الحفل الكروي الرائع. وكنشكر الناس اللي حضروا كاملين كبيرا وصغيرا، وكاينين شي وجوه اللي شحال ما شفناهم، كان شفناهم اليوم ان شاء الله الحمد لله، ومنهم الاخ ديدي والاخ الباجوري والسي الشرقاوي الله يشافي في هذا النهار الكبير ان شاء الله. كنت سي مصطفى وانت يعني ذكرتي لي تبارك الله هذه الاسماء اللي من بورغون ومن المدينه القديمه، كيفاش كتشوف اليوم هاد التجمع هذا اللي الناس كلهم تجمعوا اكيد على باش يشوفوك؟ ونقول بكل صراحه ما كنتش كنظن ان هذا الحضور غيكون كامل وهاد الاصدقاء كامل غادي يكونوا، لان كاين اللي ما شفتوش هذه 15 او 20 سنه، كاين اللي كان في المهجر وجا تا هو حضر، كاين اللي خلى بزاف الحوايج تلاقى معايا وقال لي راني خليت بزاف الحوايج عندي من الاغراض ديالي وخليتها وجيت باش نحضر الحفل ديالك وسميتو. وكنتمنى ان شاء الله هذه تتكرر مرارا، لان عطى الله اللعابه اللي دازوا في الحي سواء في بورغون او في الهنقه او في المدينه، وتكون بديره لكل سنه لاي اي لاعب داز في كره القدم وعطى الكثير لمنطقه ديالو الحي ديالو ان شاء الله. تبارك الله عليك سي مصطفى، تبارك الله عليك. اذا متابعينا الكرام، لا صافي تبارك الله عليك، لا عليك سي مصطفى تبارك الله عليك. اذا متابعينا الكرام، دائما من ملعب رحال وشباب حي الغربي وجمعيه نادي بورغون لكرة القدم في اطار الثقافه، ثقافه الاعتراف والتقدير، مقابله متابعينا الكرام اللي جمعت ما بين كيف ما قلنا شباب حي الغربي وجمعيه نادي بورغون، مقابله تكريميه لمصطفى رضا بملعب رحال. إذا متابعينا الكرام غنرجع لكم، أرجع لكم مباشر بعد قليل إن شاء الله، إلى اللقاء.